مش لكم شاشة بخاركم يا أستاذ حسين عالم أبول. طبعا اليوم رجعنا لكم في فيديو جديد موضوع جديد. طبعا اليوم فيديونا جدا إيزي مثل ما يقولون أو إيز. أوكي طبعا اليوم موضوعنا الناس كلها طلبت مني، وحتى يوم سويت البث اللي رابطه الحين بتشوفونه تحت في الوصف بغضت طلبت مني. فاليوم موضوع جدا سهل وركزوا وياي في الشرح عدل حق تعرفوه. طبعا اليوم شرحنا هو اول شيء قبل أن ابتدي الشرح حبايبي، يعني اضغط زر لايك ما بياخذ من وقتك شيء، واشترك في القناه وانشر الفيديو، اهم شيء عندي النشر. تمام شباب اوكي، انشروا في كل محل يعني اذا تقدرون. اوكي شباب، طبعا اليوم موضوعنا عن كيف تبث او طريقه بث شاشه الايفون على اليوتيوب او فيسبوك او تويتش. تمام، طبعا انا سابقا كما قلت لكم ساعة نزلت بث مباشر قبل يومين على ما اعتقد، سويت بث مباشر وكان جدا مضبوط صراحة، يعني جدا مضبوط. فروحوا شوفوا البث بتلاقونه في الوصف. تمام، ورابط البرنامج همين بتلاقونه في الوصف. هذا البرنامج طبعا اللي يقول وين البرنامج، البرنامج اسمه ديو ريكوردر. طبعا هذا هو البرنامج مثل ما تشوفون، البرنامج يصور يعني يصور وبث على كذا تطبيق، يعني اغلب التطبيقات اللي عليها المستخدمين يبث فيها، فيعني برنامج جدا ممتاز. طبعا الى هذا البرنامج خلنا نفتحه. هذا البرنامج الى نسختين، نسخة مدفوعة ونسخة مجانية. زين، وش الفرق بين النسخة المدفوعة والنسخة المجانية؟ في فرق بسيط لكن فرق جدا بهمك. يعني الحين انت مثلا جيت بتبث في اليوتيوب، مو لازم تكتب عنوان ووصف للفيديو، هذا اذا النسخه المجانيه هو يكتب لك عنوان على كيفه وفي وصف على كيفه. يعني شلون اقول لك، يعني الفيديو العنوان ماله طريقه او مو يعني انت مثلا تبي طريقه تصوير شاشه الايفون فيديو، وهو لا العنوان يطلع يتم الان البث مثلا، يعني كذي يتم الان بث ببرنامج ديو ريكوردر، والوصف يحط لك رابط البرنامج. لكن اذا انتشرت النسخه المدفوعه ما بيطلع لك هالشي، بيطلع لك حط عنوان او شيء. طبعا اوكي، الحين شلون نبث شباب؟ تضغط على شلون هذا، تضغط على مثلا اليوتيوب. تمام، اول شيء بيتطلب منك حساب جوجل، فانت وش تسوي؟ تسجل دخولك بحساب جوجل، وبعدين بعد ما تسجل بيطلع لك هالصفحة، تضغط عليه هني لتحت، بعدين بيقول لك ارفع هني، بعدين تضغط على ما تسجل ضغطة مطولة، بيطلع لك اللي تحت تضغط عليها، تضغط على كلمة بدء البث. بعد ما تضغط على كلمة بدء البث بيطلع لك فوق يتم الآن البث، بيجيك إشعار يتم الآن البث على يوتيوب ببرنامج ديو ريكوردر. عرفت شلون؟ فجدا طريقة ممتازة، والرابط مع البرنامج بتلاقونه في الوصف. طبعا مثل ما قلت لكم يبث على يوتيوب تويتش فيسبوك، وايضا تقدر تصور به اذا كنت بتصور يعني بدل التصوير الايفون العادي. فبس يا شباب لهنا وصلنا لختام شرحنا اليوم، لا تنسون لايك وسبسكرايب والكومنت والشير، وشكرا على دعمكم المستمر.